الاهتمام بيطلب ولا ما بيطلبش؟ الاهتمام طبعا بيطلب، يعني دي حاجه مهمه، اهم حاجه في الدنيا. المفروض انها لوحدها طبعا، ما ينفعش حد ولا حد يهتم بيا. لا ما بيطلبش. بيطلب طبعا. النهارده علشان يبقى فيه علاقه اجتماعيه ناجحه بين اي طرفين لازم يبقى فيها نوع من انواع الاهتمام. يعني اي حد بيبقى في حد بيتعامل معاه لازم ان هو يهتم بيه عشان ما يحسش ان هو يعني مالوش مكان في حياته. شيء مش بيطلب، هو بيتحس. تبقى حاجه بيك حاول انت تطلب من حد انه يهتم، غير كده اللي هو طب لو هو مش مهتم هيضطر يهتم عشانه. يعني عشان دي حاجه المفروض تطلع تلقائي مش لازم اطلبها يعني. لانه لو الطلب يبقى زي قلته، يعني لو قلت لحد يهتم بيا ويهتم بيا بيبقى هو اهتم بيا عشان قلت له كده مش عشان هو عمل كده لنفسه، فبقى ملهاش لازمه. اكتر حاجه بتحسسني بالاهتمام اكيد يعني مثلا في المناسبات حاسس ان هم مهتمين، ان هم مثلا لو عيد ميلادي حاسس ان هم مهتمين بيا. تحس في حد جنبك، ده شيء جميل طبعا. الاهتمام مثلا لو حد متضايق فبيحتاج اهتمام بحس يبقى قريب من حد او كده، بحس انه ما يحسش انه وحيد او لوحده، يبقى واخد باله منه، بعرف تفاصيله ودنيته وحاجته ماشي ازاي. السؤال يعني نسأل عليه كتير، يعني لو سألني على يومي بيمشي ازاي، يعني عبارة عن كلت ايه، صحيت، فطرت، بتاع. هو لازم يبقى جوه حياتي، مفيش بقى فرصة تنفس. الوقت اللي هو تقضي مثلا اللي هو مثلا يوم 24 تبقى معايا، ده بيبقى اهتمام. شخص يكون معايا في حياتي بس ما يبقاش كابت على نفس، فاهم؟ اللي هو مش ملزق. لازم الشخص يكون بيهتم مثلا لو انت مثلا ايه اللي ممكن يزعلك او ايه اللي ممكن يفرحك. ان حد يبين لي ان هو مهتم ان هو يسمعني، او ان هو يبقى مهتم ان هو يعمل حاجه ان هي تبسطني او كده. في حد بيشاركني حياتي وانا بشاركه حياته، يعني حد يفتكرني مثلا، يكلمني وانا نازل كده، يعني ما لا اكون موجود في حياه اصحابي وكده. يعني انا اكتشفت حاجه من التقرير اللي في الشارع دلوقتي، ان البنت والست كمان طلعت مش عايزه خانقه طول الوقت. في واحده دلوقتي بتقول لا يبقى بيحبني وبيهتم بيا بس ما يبقاش 24 ساعه يعني ويبقى خانق. والله طب ده حلو، انه البنات في الجيل الجديد الموضوع اتغير يا جماعه، ما بقاش زي زمان. وده اللي انا كنت عايزه اقوله، ان ممكن زمان شويه كان فكره ان الست بتبقى حساسه اكتر، دلوقتي مع اختلاف الاجواء واختلاف كل حاجه وسرعه السوشيال ميديا والانترنت والحاجات دي كلها، انا ساعات بحس احيانا حتى لو بقالي فتره طويله قوي ما كلمتش واحده صاحبتي بس بتفرج على الستوريز بتاعتها على انستجرام على السوشيال ميديا، حاسه ان احنا متواصلين مع بعض. ففعلا التفكير اتغير وطلع يا جماعه انه عادي الاهتمام بيطلب. على فكره في واحده قالت دلوقتي عادي انا ممكن اطلب، هو هيعرف منين؟ طب كويس، ان احنا كده هنسهل التعاملات ما بيننا، يبقى هو عارف، يبقى السؤال دايركت، يبقى احنا كده مفيش مشكله الحمد لله. بس هتفضل المشكله، هغشش الراجل بقى حته صغيره، هتفضل المشكله في التواريخ مهما كانت صغيره كبيره، 70 سنه 30 سنه 15 سنه، هيفضل التاريخ مشكله كبيره جدا لو انت نسيته. طيب خلينا بقى ندخل على الموضوع الثالث اللي معانا النهارده، موجة الحر الشديدة اللي بنعيشها الفترة دي. أنا طبعا بالنسبة لي مش متضايقة عشان أنا يعني بحب الحر جدا جدا، بس خلينا نسمع عن المشاكل اللي بتحصل بسبب الحر، أو بمعنى أصح بسبب التكييف اللي بنبقى مشغلينه 24 ساعة. حرايق فظيعة بقينا نسمع عنها بعد الشر عليكم وعلينا، ماس كهربائي بيحصل ليه؟ بسبب الضغط على التكييف باستمرار من غير فترات راحة، مع طبعا ارتفاع درجة الحرارة للأسف. ده أحيانا بينتج عنه كوارث، بيروح ضحايا البيت كله للأسف الشديد بعد الشر عليكم وعلينا. عشان كده لازم ناخد بالنا كويس يا جماعة، أرجوكم الفترة دي عشان تمر معانا بسلام وخلاص الصيف بيخلص بقى وقربنا نودعه. يعني في حاجات مهمة قوي لو عملناها ممكن نتجنب حدوث كوارث كتير قوي، لأن ربنا قال ناخد بالأسباب كلنا. اول حاجه ان انا ما افضلش مشغله التكييف 24 ساعه، يعني انه انا مثلا انا هنام الساعه واحدة ما بقاش ببرد الاوضه من الساعه 11 وفتح التكييف، حرام اقفل التكييف خالص وابتدي اشغله وانا داخله انام. لازم اعمل صيانه التكييفات كل فتره، ده موضوع مهم جدا 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 يا جماعه. ما ينفعش ابدا اقول خلاص الصيف الجاي ان شاء الله ابقى اعمله، لا مفيش مانع كل فتره كمان نبعت لمركز الصيانه يطمن على سلامه الجهاز وسلامتنا طبعا. يستحسن بقى ان احنا ما نقللش درجه التكييف عن 24 او 25، ده عشان صحتكم انتوا كمان وما يجيلكوش برد، واجركم الله من برد الصيف بيبقى ماساه، نزلات برد فظيعه. حاجه كمان اخيره لازم نهتم بيها وهي اننا ننظف التكييف باستمرار، ما ينفعش نسيبه بتراكم الاتربه والشوائب لان ده بيأثر على عمرها الافتراضي طبعا، والأهم من عمرها الافتراضي على صدر حضراتكم، يعني الأتربة والحاجات دي كلها، الناس اللي عندها حساسية بتبقى مشكلة كبيرة جدا.